يسمى الزول مقران ان شاء الله تيجي لاباس. الوغ كما عودناكم كل العشيه نتكلموا على الحراك ونتكلموا على عده مواضيع من بينها يعني لا سيتياسيون الجيري وما بارلي اوسي الشيء اللي نحبه. كما قلت لكم بور موا بالنسبه لي انا والناس اللي معايا يعني الناس اللي تهمتني الحراك سي فيني سي تيرميني. كما قلت لكم علاش باسكو الحراك الا ايتي كما قال واحد ديتورني بار لي اسلاميست. حنا ما نحبوش الناس اللي ذبحت الناس واللي قتلت الناس يجيو للبوار. حنا مع الناس اللي تجي تخدم البلاد. حنا نحبو نديرو اون الجيري مودرن، ما نحبوش اون الجيري نتاع اللي يصير فيها الدم. حنا ما نحبوش حتى الحيوانات يتخلو. نهار نديرو الجزائر اللي نحبوها حنا الحيوانات يضاعو عندهم حتى هما يعيشوا ترونكيل وواحد ما ينجي يقتلهم. اللي يقتلهم نعديوه للعدالة. قبل ما ان شاء الله نهضروا شويه ايما اليوم كان دي ماتش يفضغي سي لي جون كي سير دي ماتش يا بور لانستون الناس يتبع في مانشستر سيتي راهي مانشستر سيتي صحاب محرز راهم متشوقين هدف مقابل صفر بصح محرز ما كانش كما تعرفوا محرز مرض بكورونا وتعافى مي il a s'est entraîné ces derniers jours, trois jours, mais aujourd'hui il est sur le banc de touche, donc il est remplaçant. Alors, Kane, Wolverhampton City contre Manchester City, déjà très cas, il y a aussi les camarades de Bennacer, c'est-à-dire Milan AC contre Bologne, aussi si les gens aiment beaucoup trois jours. Il y a aussi Juventus, Turin. Sampdoria des jeunes à Paris, ou là Bayern Munich et Schalke 04 à Paris, Mokabla Intalakat. Bon, il y a Belli Belinas Kouli Tibro qui Manchester City. Manchester City, il faut qu'il y ait un Mokabla Sefer contre Wolverhampton City. Donc voilà. بعد ان شاء الله ندير لكم ملخص الناس اللي يحبوا يتفرجوا لي بيت ولا حاجه مع نهايه المقابله.
كما قلت لكم يا جماعه، بون تكلمنا قبل ثاني، تكلمنا قبل على كيف اسمه، تكلمنا على الناس اللي قاعده تنتقد في, 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 في القبائل ويسبوا فيهم وحنا ماناش عنصريين. حنا تربينا هكذا، تربينا ماناش عنصريين، عندنا احبابنا وصحابنا ما على بالناش بيهم حتى واش نعرفوا اسمه فلان سيتو، ما على بالناش بيه لا واش يكون لا لا شاوي لا قبايلي لا تونسي لا عربي لا داير داير. احبابنا كل اصحابنا كل عرب وعرب احبابنا ومالينا وروح روح، هذا نهضر على الناس اللي ماهمش عنصريين. عندك الناس العنصريين حنايا ما نجموش نخليوهم كيما قال واحد يتكلموا كلام تاع العنصريه على علينا ونخليوهم، هذه ما كانش منها. عندك الناس حبابنا وصحابنا العرب هذو ما صدير راهم كي هما كي حنا، ما عندنا حتى مشكل معاهم، او كونترير صحابنا وحبابنا وما نقبلوش حتى واحد يقيسهم وما نقبلو حتى واحد يتكلم عليهم. حنا كنا نلعبوا مع بعضنا البالون، والله لا نعرف صحابي بنقمتو واسمومي والله ما عندي تدابور ما على باليش بيه خلاص واش يكون ولا وكذا. مي سي انا مي تربينا في هاد البلاد صرنا مع بعضنا، مي الناس اللي يديروا في التفريقه هذه هما اللي راهم على الاخر هما اللي قاعدين باش يخسروا. كما قلت لكم يا ناس ردوا بالكم، ردوا بالكم الناس اللي يقولوا لكم لازم نطيحوا نظام الحكم ولازم نطيحوا الحكم ولازم ما نعرفوش، ما تسمعوا لهمش. ناس راهم في الاوروب، راهم في الانجليز، وراهم في الاتحاد الامريك، وراهم في فرنسا، وراهم في بلجيك، وراهم في السويس، بهم بماليهم باولادهم لاباس عليهم عايشين لا بيل في، ويدزوا في الناس ويقول لهم لازم طيحوا نظام الحكم. حنا نقول لكم ماناش معاهم الناس هذو، اون سوي با لور ايديولوجي. حنايا نقولوا باللي حنا ماناش مع 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 على كل حال اتونسيون كيما قلت لكم الخطا اللي فات، انا راني جوديفي كيكونك، نتحدى اي واحد يجيب لي اون كارت نتاع مع اي حزب، عمري ما كنت مع اي حزب وراني ماني حتى مع واحد. بصح لاكارت نتاعي عندي دو كارت، عندي لاكارت بروفيسيونيل وعندي لاكارت لونيتي نتاعي با بلوس، ما عندي حتى حزب وما ننتمي حتى الحزب، حتى كي كان لو فلان هو ما ادراك كيما يقولوا هما لو فلان، ما عنديش كارت معاه، جيني با كارت. دونك صح عندي دي كيما قال واحد حتى انا نميل لبعض الاحزاب، الاحزاب اللي يحبوا يديروا لا ديموكراسي، انا ماذا بيا احزاب اللي يحبوا يديروا ديمقراطيه، نحبوا نديروا جزائر، جزائر كيما قال واحد ان بي ديفلوبي كيما لوروب. الناس يقول لك لا لا احنا ما نحبوش نديروا دولا كي، واش حبي دير؟ تحب دير كي افغانستان؟ سامحوا لي احنا ما نحبوش نديروا دولا كي افغانستان، ومن بعد يخلوها لك احنا دولة مسلمة، ما كانش من هذول دولة مسلمة، ما كانش منها، يكذبوا عليكم اللي يقول لكم باللي كاينه دولة مسلمة، يكذبوا عليكم. تو دابور الدولة ما عندها حتى دين كما قلت لكم قبيل. الوغ بوغ واش حبينا كما قلت لكم؟ حبينا نديروا دولة ديمقراطية، دولة عصرية، دولة اللي حتى الحيوان، الحيوان يكون عنده بلاصتو، يكون عنده مكانته. ما نقتلوش حنايا، كون درنا تخليونا كيما قال واحد نخدموا، انا ما انا ما نكونش في الدوله، مين اون فو بروبوز ها واش نديروا ها واش نديروا واش نديروا. اسكو يرحم والديكم، اسكو تنجموا تقولوا لي كاش ما كان واحد جاب ان بروجي ويقول لهم الناس كي نديروا الانتخابات رانا باكزومبل نديروا نديروا للناس اللي ما تخدمش ان بري سالير، اسكو كاين؟ ما كانش. هو هذا اللي نحبوا نديروا حنا، لازم الناس اللي ما يخدموش الدوله تهزهم اون شارج، حتى تلقى لهم حتى تلقى لهم خدمه، مادام ما يخدموش لازمهم يديو كيف اسمه ان انديمينيتي نتاع كيف اسمه باش يعيشوا بها، يشوفوا القدره الشرائيه قداش ويديروا لهم ما فيها لا كيف اسمه لا خويا يقول لك ولي ديبلومي، علاه سيدي ولي موش ديبلومي ما ياكلش، ولي ديبلومي موش ديبلومي ما يعيش، مي نو اللي عنده ديبلوم ماذا بينا نلقاو له خدمه، واللي ما عندوش ديبلوم حتى هو نفورميوه ونديروا له خدمه. ودي مومون اللي ما كانش ما لقينا لهمش خدمه ولا ما عندهمش خدمه، اي بيان هنا نقولوا باللي لازم لها لازم لها كيما يقولوا لازم لها الدوله تهزهم شارج. مانشستر سيتي 30 دقيقه الاولى متفوق هدفين مقابل صفر، 32 مينوت اي لو دوزيام بوت فور مانشستر سيتي. الوغ هذه هي الدولة اللي نحبوا نديروها، ما نديروش دولة اللي حبوا يديروها في التسعينات
ويجيو اليوم يكتبوا عليكم يقول لكم راهو كان كانت الجيش ولا الشرطه ولا هما اللي يقتلوا وهما اللي يذبحوا. هاد الناس راهم يكتبوا عليكم. عمره ما الجيش يقتل ولادو، خاطرش ديجا الجيش شكون هما؟ الجيش راه ولاد الشعب. الشرطه راهم ولاد الشعب. الجدرميه راهم ولاد الشعب. لي باتريوت راهم الشعب. يكتبوا عليكم الناس هادو راهم معليش اسيدي. انتم غير شفتوا غير بالجزائر هذا الشيء هذا اللي صرا، وشو اللي في سوريا ثاني؟ حتى في سوريا الناس اللي قاعدين يذبحوا ويقتلوا في الناس حتى هما وش يقولوا كيما يقولوا انتم جيش. وفي ليبيا شكون اللي قتل الناس؟ شكون ذبح الناس؟ وروحوا روحوا روحوا روح شي صالي كامل اتونسيون الناس يتمسخروا بكم. اليوم اللي يقتلوا في الناس في غير الطريفات الشرطي مسكين اللي قتلوه في تونس كيما قال واحد قتلوه ثاني لي ميليتار. هاد الناس ما يسمعوا لهمش. لو كي تشوكي هذا سي فيني راح بكري. كانوا يغلطوا بالناس وراه كيما قال واحد راهم ما نعرفوا شكون يقتل. سي اليوم نعرفوا شكون يقتل. الناس قتلوا باسم الاسلام، ذبحوا الناس باسم الاسلام، اغتصبوا النساء باسم الاسلام. نصوروا الصباح كيما قال واحد نسافروا نلقاو الريسان يطيشوا كي لي بالون باش نفهموا مليح. داروا الرعب في الجزائريين في التسعينات. الناس ما حضروش الله لا يشوفكم في التسعينات. كانت الربعه تاع العشيه واحد لا يخرج. Attention, l'Algérie, elle peut basculer à n'importe quel moment le Tchinet. À n'importe quel moment. Surtout le cas, qui m'a dit 80% du peuple algérien, qui m'a dit ils ont été endoctrinés. رب العالمين قال لك روح حتى يا قال لك كتب لك في القران يا فلان روح اقتل الناس اللي ما تمنش ولا روح اقتل الناس. احنا اللي حابين منين من اللي ما يحبش من الله يسهل عليه بينه وبين مولاه بينه وبين مولاه. مالناش احنا هنا نجيو احنا اذا رب العالمين اللي خلقه خلاه ما دار له والو جاي انت تحاسبه انت يا جاي انت باسم الاسلام انت تذبح الناس وتقتل الناس ولاد صغار زي بيبي ذبحتهم وما زلتوا تهضروا وتحبوا كيما قال واحد في التسعينات ما نجمتوش تحكموا الحكم حبيتوا دوكا تجيو كيما قال واحد ديروا لنا ثاني كيف كي التسعينات ما نخليكمش الغالب الشعب لازم يفيق. اتونسيون 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 ها باش نقول لكم اذا باش غير باش يجيو الذباحين انا نقول لكم خليوا الجيش هو اللي يحكم خلاص الجيش يحكم خلاص الجيش ما يقتلش ولادي. لاش تقولوا بلي راهم يسرقوا وداروا خليه يسرقوا وخليه يديو يا اخي الجزائر نتاعهم خلي يديوها. شكون اللي قاعد اليوم في لي فرونتيير يعس والناس قاعده تعس لبرا وتمشي الناس تبقى راكدين في دياركم والشرطه راهي تدور كيما قال واحد والدرك الوطني راهو يدور والناس كيما قال شكون؟ خليه يسرقوا على روحهم خليه يديو. انتوما ما تديوش انتوما حجاج كبار. دونك اذا غير باش يجي احنا نحبوا نديروا دوله ديمقراطيه، دوله عصريه، دوله اللي تهز ولادها، دوله اللي ما تخليش لا 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 كيف يسمون المراه تذبح. المراه اللي واحد يروح يحب يزوج بالمراه يحسب شراها يحكي معك ساعه ما يفهمش هو بها يحب يذبحها ولا يحب ولا يقتلها ويقول لك او باسم الشرف وما نعرفوش وما نعرفوش. هذه الدوله هذه ما نحبوهاش حنايا. حنا نحبوا الدوله الديمقراطيه. عندك مشكل مع واحد كاين العداله. كاين العداله هي اللي تدخل باش كنت تذبح المراه ولا تضرب المراه وقال ربي قال حاشاه ربي عمره ما يقول ذبح الناس ولا قتلوا ناس. جامي لا بي هذه هضره هذه هضره تاع اللي يقول لك بلي راه ربي قال ولا في القران قال لك اقتلوا ولا ذبحوا هذا جوريغريت راه مش ربي هذه انتم اللي كتبتوها ربي ما يقولهاش باش ربي يكون عينه يقول كن فيكون كن فيكون ما يستناكش انت ولا يستنى فلان ولا يستنى لي ستاسيون دامريك ولا يستنى باش يدخلوا ولا نو جوريغريت ربي هو اللي سير لي كلش. تجي انت اليوم تذبح الناس وتقتل الناس باسم الاسلام ولا تخطف نساء تخطفهم كما كانوا يديروا لي فو باراج ويخطفوا في النساء ينزلوا فيهم لي ستيديو خمسة رايحين يقراوا ينزلوا فيهم ويطلعوا فيهم الجبل. يقول لك الجيش الجيش سيادكم الجيش عيطوا طيحوا الجزائر خطر الجيش وقفلكم كما قال واحد. تحيه الى كل الجيش الوطني الشعبي من 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 الجنرال وهبط حتى كيف اسمه الجندي سامي. تحيه اليكم تحيه الى كل الشرطه الاوفياء وكل الدرك الوطني الاوفياء اللي قاعدين يخدموا والثاني ما نساوش ثاني كاين ناس رجال ولفت صحفيين وناس اللي كانوا واقفين على الدوله باش ما تطيحش. تحيه اليكم. اليوم انتم تهموهم وتقولوا بلي هم كانوا يقتلوا في الناس يقتلوا الناس ولي ميليتار اللي ذبحوا وقتلوا ولا حتى هما قتلوا بعضهم. تجموش كيما قال واحد تكذبوا على ربي
تجموش ديجا سي با لا بان حتى يقول لكم شكون ولا يقتل ولا من روحوا تشوفوا هما بعد يذبحوا قتلوا يصوروا روحوا تشوفوا لي سيت سو لي سيت هذوك كيفاش اسمهم لي ميليتار اللي داو لهم لي غيتابون وكيف اسمهم ساكن هذوك لي غارد كومينوم ساكن اللي ما خلاو ما داروا فيهم جو اليوم تحبوا ما زلتوا تحبوا الدوله الاسلاميه هذه دوله اجراميه يعني مش دوله اسلاميه هذا دوله اسلاميه اللي يديرها الا ربي سبحانه هو اللي كيحب يكون يحب يديرها يديرها ما يستناكمش نتوما اذا عندك بروغرام صح تحب واحد يدير بروغرام بوليتيك وارواح الى عطاك الشعب كيما قال واحد مرحبا وكما قلنا لكم ثاني كما قلنا لكم يا ناس راه لازم الدوله ولازم التبون والناس هذو اللي دوكا في الحكم لازمهم يعرفوا باللي لازم يديروا اصلاحات هل الاصلاحات تاع تمسخير هذه راهم قاعدين يديروا فيها راهي تمسخير كما قلت لكم الصباح هذا مشي تبون اليوم راهو قاعد يدير راهو قاعد يخدم كيما خدموا لي بريزيدون اللي راحوا كاملين من بوتفليقه وهبط كل كيف او كان اصلاحات زيرو كان حتى اصلاحات نهار تشوفوا بداو داروا بري سالير للناس اللي ما تخدمش يديروا لهم 80% تاع سالير تاعو يديها باش ينجم يعيش روحو باش ينجم يسلك الكران تاعو باش يقدر يسلك الماء تاعو يسلك التريسيتي تاعو يعيش ولادو يمدل ولادو كيما قال واحد هاول الاصلاحات اصلاحات ينحي عليا ما كانش بزنيس بالدين الدين خليها بار اللي يحب يصلي يصلي اللي ما يحبش يصلي الله يسهل عليه حب يكون مسلم يكون ما يحبش مسلم الله يسهل عليه باش انت تقول له كون مسلم كيفاش ربي خلاه انت جيت كل عين رب العالمين يديروا كيما هكا يرجعوا شي حب جي انت تقول انت بعدك ربي انت باش ترجعوا مسلم دونك لازم لها اصلاحات الدوله لازم لها اصلاحات كبرى ولا اليوم ما داروا والو باش يديروا اصلاحات ريان ريان اي تي في مازالوا يكذبوا على الشعب كيما مرفوا يكذبوا عليه بكري كيما داروا له التخريب ولا كيما قال ما يمش تعريب تخريب ولادهم بعثوهم لي زيكول لي كوند زيكول في فرنسا وهما قال لك نروحوا ندير لكم التخريب علاش باش يبقاو ديما ولادهم هما يروحوا هما يجي ولادهم يحكموا في الشعب ولادو كيحب كيمرضوا يهز واش يقول روح تشويت يجيب فيزا اون افون الطياره ويديه يداويه في لي كونز اوبيتو تاع فرنسا والشعب المسكين كيما قال واحد الشعب خليه يموتوا في السبيطارات ما عندهمش حتى الاكسجين روحوا ديروا سبيطارات داروا في السبيطارات نتاع الجزائر كيما داروا ولاد الشعب وتشوفوا سي نورمال تبع التليفون تجيبوا كيما اسمو تجيبوا فيزا وروح داوي كيما اسمو الاترونجي على هذاك ما عملكم والو اليوم اطباء تاعنا يخرجوا من 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 كيف اسمه من الجامعات وكيحبوا يروحوا يخدموا لبرا يقول لهم واش الطريق قراو فيه يعاود لا بريمير اني وروح باسكو النيفو هبط خلاص نديروا مدرسه عصريه حنا ما نديروش مدرسه اللي نقراو فيها التربيه الاجراميه جرو كذاك عقبه بن نافع وجماعته ماتوا عقبه بن نافع بورنو حنا الامازيغ شنا كريمينال ما نقولوش بلي حنا راهو كيما يتمسخروا مع صحابي يعني كي تقولوا صحابي زعما حاجه كبيره شنو صحابي هذا صحابي يذبح الناس صحابي يقتل الناس ها فوتي دو نوتر غول كيما يقول واحد صحابي يجي كيما قال واحد يغتصب ونساء ويبيعوهم في المزاد كوم اسكلاف صحابي هذا دونك الناس ما اتونسيون اتونسيون ما راكم شفتوا الجزائر عندكم فرد ام بي ما تخليوش رواحكم غدوا يتمسخروا بكم الناس هذو خاطر غدوا ما كان حتى واحد اللي كيما قال واحد اللي دافع عليكم ما تنجموا لا تهربوا لا لتونس لا للمغرب لا راكم تشوفوا واش راه صاري في ليبيا ليبيا اليوم راكم تشوفوا فيها راكم تشوفوا واش صرا ليبيا راكم تشوفوا واش صرا دونك حنا نحبوا نديروا دوله عصريه دوله كيما لي بيي كاملين روحوا تشوفوا اليوم في اوروب كيفاش الحيوانات تاعهم ياكلوا من لي ماغازان حيوانات ماهوش الشعب ماهوش كيف اسمو لي زاتري مان ياكلوا من الماغازان اخرج تشوف تلقى دابور ما تنجمش تلقى واش يقولوا كلب برا ولا شال برا وحدها ولا ما كاينش محال باسكو داروا دوله داروا جنه قبل ما حنا يقولوا الناس انه تموتوا تروحوا للجنه تنصحوا بالناس بون ما نطولش عليكم مازالت النتيجه هدفين مقابل صفر لصالح مانشستر سيتي بور لانستون 42 مينوت دو جو من بعد ان شاء الله بعد المقابله اون فاي سي دو فير ان ريزومي كيما موالفين سيغ سو نقول لكم تصبحوا على خير وان شاء الله ما تنساوش عدوا لو بونجور دالجيري اي لي زانفو دو ماتان
ويكون قيم ديالنا.